انا دخلت بقى على اهم حاجه، دوال الخصيه. دوال الخصية عارف يعني هي من أشهر الأسباب، ايوه صحيح هي أشهر الأسباب، صحيح. لكن ما هياش أهم الأسباب. بمعنى إيه بقى؟ بمعنى إن مش كل واحد عنده دوال يبقى هي السبب الرئيسي في المشكلة اللي عنده، تمام. مش بالضرورة. ساعات يجي عيان ويبقى عنده دوال ونقول له طيب، اقول له ايه؟ طب روح اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. الله، طب انا ده دوالي، انا ليه بعمل هرمونات؟ انا صحيح ليه بعمل اشعه؟ مش عارف، ملهاش علاقه خالص بالخصيه. تمام. يمكن وانا لانه انا لقيت عندي ان طلع دوالي، فانت بالظبط حضرتك بتكتب لي. ده انا جاي لك عشان الدوالي. ما هي دي بقى النقطه بقى اللي انا كنت بقولها تمام من شويه، اللي هو كويس. لازم تفهم مشكلتك. انا كمان لازم استثني من عندي حاجات معينه تقول والله الراجل ده ما عندوش اسباب اخرى غير هي مساله الدوالي بس. تمام فيبقى هو ده على الاقل، ده السبب الواضح قدامي او اللي موجود بالفعل الواقعي اللي قدامي. كويس. ساعتها احلها، نقول بقى ده احنا هنعدي بنسبه كبيره انه يحصل بقى انه يتطور وان الانتاج يتحسن ويحصل انجاب بشكل طبيعي. تمام. لكن لو اخذنا على انها هو سبب وخلاص موجود اعمله وخلصنا، ممكن يبقى في في حاجات حاجة تانية تانية. تمام. وهي اللي السبب الرئيسي في الموضوع وهو العين ما يتحسنش طب برضه. معلش يا دكتور، الثقافية لدى الشعوب العربية ضعيفة. ضعيف. دوالي الخصية هل بتبقى مرتبطة بحاجة أخرى تمنع الإنجاب؟ ولا هي لو عندي دوالي لحاجة لوحدها وممكن الحاجات التانية تبقى موجودة؟ أنت حضرتك هتعمل لي الفحوصات كلها علشان بالظبط. يبقى الصورة كلها واضحة عندك. بص، هو احنا يعني برضه عايز اقول لك حاجه. انا عندي الف ب التحليل، تحليل السائل، كويس مش كده؟ تمام. كويس. تحليل السائل ده الناس بتشوف فيه، يعني اي حد يدخل عليك بالتحليل يقول لك ايه ده، انا اصل العدد عندي قليل، اصلا الحركه ضعيفه، كويس اصل ما اعرفش ايه. صحيح. لكن في حاجات تانية مهمه جدا في السائل، ما يعني الكميه نفسها، يعني كميه السائل كام سنتي اللي نزل دي مهمه جدا. البي اتش اللي هي درجه الحموضه او القلويه دي قد ايه، دي تمام مهمه جدا. تمام يعني في حاجات معينه صغيره خالص انا لما اشوفها او اقول للعيان لا معلش بعد اذنك روح اعمل لي كذا، يبقى انا مش بطلب برضه. خلي بالك يعني، اصل تطلب كل الفحوصات دي، ده احنا ممكن نوصل نعمل مش عارف ام ار وبتاع، يعني تعمل بقى يعني مش عايز اقول لك بقى مقطعيه ومناطيه ومش عارف. لا لا لا، القصه مش كده، مش كل العيانين هتعمل الكلام ده. تمام. لكن في نوع من العيانين او فئه من العيانين دول بنقول لهم اعمل لي كذا وكذا وكذا. في واحد اقول له اعمل لي اشعه عن طريق فتحه الشرج، اعمل لي اجسام مضاده في السائل، اعمل لي مش عارف ايه، معلش على احنا حسب. اول اتصال.